حسني نتكلم في المنتخب ونتكلم في الدوري ونتكلم على الامور التحكيميه اكيد معاهم بشكل كبير جدا. لكن قبل ما حضرتك تغادر وتسيبنا، خلينا ناخد واحد من رموز كره القدم المصريه عبر تاريخها، يعني سيقف التاريخ طويلا مع عدلي القيعي. مساء الفل يا كابتن عدلي. مساء النور يا كابتن سامي، ازيك؟ تحياتي ليك. تحياتي لكابتن سمير. اهلا وسهلا يا باشمهندس. بصراحه انا قلت لهم الحقوا قبل ما يمشي الكابتن سامي. اتفضل اتفضل يا كوتش. كابتن سيد لو سمحت ارجع تاني للقطة بتاعت خاطر. لان انا كنت هشربها زي كل مصر ان ابراهيم نور الدين هاتها يا سمير بعد اذنك. تعليمات جاله مكالمة غيرت رأيه من الحكم الخامس. انا عايزك بس تاخد اللقطة عشان تكتشف المكالمة جات له بعد ما هو خد القرار وقضى ظهره. امشي بقى. امشي عادي، امشي عادي. هيبدا يتكلم في السماعات. مظبوط، هيبدا يتكلم في السماعات. امشي عادي يا معلم. امشي عادي. شوف هيحط ايده فين. كان ابراهيم عمل ايه بقى؟ كان رجع. يبقى ابراهيم ابتدى يكلمه دلوقتي، فابتدى يسمعه دلوقتي. ابراهيم اللي خد رايه بعد ما اتغير وخد قراره. هو ابراهيم افتكر. طب ومسكته للصفاره دي. مسكته بس عشان كابتن سمير ما حدش يقول لي اخطاء تحكيم. ما حدش يقول لي الاخطاء وارده. الاخطاء وارده، ما يحدث ليس اخطاء تحكيم. لا، ما احنا قلنا دي ركله جزاء. انا بقول لك الكلمتين اللي انت قلتهم النهارده معناها ان ما حصلش تحكيم. لا يعني انت قصدك الاثنين يكلموه، الاثنين يتكلموا وده يقول لا انا ما قلتش وده يقول اه. كل واحد لوحده يا حلاوتي يا صلاه النبي. صحيح. وفين بقى التحقيق؟ مواجهه بقى. صح، مواجهة. ما حصلش. كابتن عدلي انت فتحت حاجه في منتهى الاهميه، مش عارف غابت عني ازاي، لكن يعني بينك بنستفيد دايما. لو ده قال حاجه وده قال حاجه، ليه المواجهه؟ انا ما بتكلمش على مش نيابه على فكره. لا هو بس بس هقول لك حاجه. انت بتتكلم على حاجه كابتن، وانا بقول حاجه. تمام. واللي امر يخصنا احنا الاثنين. من الاخر بقى، ها؟ مفيش حاجه اسمها القانون متعدد الكلام اللي بيتقال لنا. لا لا لا، بص بس انا عاوز اقول لك حاجه. الحكم شاف حاجه يحسبها. بص يا كابتن، لو قال له الغي يقول له لا جو لا بينتي. بس يا باشمهندس انا عاوز اكد لحضرتك. تعرف لو في حسني هنا يا كابتن سيد؟ النبي عشان اقول كل اللي عندي. قول يا ابو كباتن. جابوا على كل حاجه. قول يا ابو كباتن. لو في حسني هنا كان حسب وبعدين يروح يساله لو كان عايز يلغي بعد ما يتشاور معاه. صح، هي دي بتكلم صح على فكره. بص زي الفار يا ابو كبات. بص يا باشمهندس، انا مع حضرتك في النقطه الاخرانيه. هو اول حاجه طبعا لسه ما فيش تحقيق تم، ولازم تحقيق مواجه. لازم اجيب الست حكام بما فيهم المراقب، ده رقم واحد. رقم اثنين اللي حضرتك قلته هو ده كان الطبيعي اللي يحصل. كان الطبيعي اللي يحصل انه كان يحسب ركله جزاء وبعد كده يروح للحكم الخامس ويجيب الاضافي ويجيب الاربع حكام، ممكن كان يتشاوروا فيها وكان ممكن فعلا يرجع في رايه. انت هو ده المفروض اللي كان يحصل. ما حصلش. بس اصبر عليا بقى. اصبر عليا عشان الثقيله جايه. اتفضل. الذي يؤكد ان الغرض مرض التصرفات اللاحقه وعدم اجراء تحقيق شفاف والمباريات التي تقال لنلغي بها عقولنا، لا في فساد. وانا حاطط هدومي في الشطه مستعد اروح. بس سلام عليكم. كابتن عدلي استنى، انت رايح فين؟ يعني احنا اخترنا النهارده كان واخواتها كان عنوان للحلقه. تعرف كان تتبرى من اخواتها بقى. كان تتبرى. طب انا نفسي في اثنين من اخوات كان، واحده شيئتها والثانيه مش شيئتها. انت عارف كان امسى اصبح ما زال ما دام، كل دول من اخوات كان. احنا نفسنا في منفكه دي اختها شيئتها. ومفاتي انا ومفاتي كان نفسنا احنا في منحله دلوقتي. نفسك في ايه؟ نفسي في منفكه دي اخوات كان شيئتها على فكره. تمام. ومن حل نفسنا ننفكه وننحل من الاخطاء التحكيميه. كابتن عدلي رأي الرحالي. شرفتنا كابتن عدلي، شكرا جزيلا لحضرتك. سليمان نجيب ده كان عبقري. عم سليمان نجيب ده كان عبقري. كان باشا. باشا. باشا.